السلام عليكم. الو الاخوان، شحال ديال الناس سولوني على واحد التطبيق عالمي معروف سميتو اير بي ان بي، اللي غني عن التعريف منافس شرس ديال البلاتفورم ديال بوكين دوت كوم. كما كتشوفوا انا كنهضر على مدينتي، هي مدينه اكادير. في هذه العطله الاخيره وفي هذه الاواخر مدينه اكادير عرفت واحد الانتعاشه سياحيه كبيره وكبيره بزاف. انتعاشه سياحيه بطبيعه الحال راجعه للعطله المدرسيه، اخر عطله مدرسيه ديالت هاد لوموا ديال افريل اي ماي، وبطبيعه الحال الجو الصيفي الرائع اللي كتسخر به مدينه اكادير، اللي خلات السياحه الداخليه تنتعش بشكل كبير وكبير بزاف. اليوم كنشوفوا عاوتاني ازدحام كبير بين اكادير وبين تاغازو تيمي والدار والبحور المجاور لمدينه اكادير، ولينا كنلاحظوا سواح اجانب كثار كنشوفهم خاصه في لا كورنيش ديال اكادير في وسط المدينه، وكذلك في سوق الحد وبعض البحورات ديال اكادير. سواح فرنسيين، سواح اسبان، وبعض السواح البرتغاليين كذلك، وما كنهضروش على السواح الالمان اللي كيحتلوا مراتب كبيره بزاف في مدينه اكادير. اليوم كما قلت لكم في بدايه الفيديو بغيت نهضر لكم على واحد التطبيق سميتو Airbnb.com، اللي بزاف ديال الناس كيستعملوه فاش كيسافروا وكي ريزيرفيو دي زوتيل. السؤال المطروح، كيفاش واحد الشاب المغربي يقدر يستعمل اير بي ان بي او يستافد من اير بي ان بي دوت كوم او تطبيق الاير بي ان بي؟ شريطة بطبيعه الحال ان هذا الشخص سواء كان دري ولا بنت يكون كيقطن مستحب في واحد المدينه تكون سياحيه، ماشي لابد تكون شاطئيه بحال اكادير السعيديه جديده، مدن اخرى ساحليه وشاطئيه. نقدروا نهضروا على مدن عتيقه بحال فاس ومكناس ومراكش التي لا غنى او ذاك لا توصف. ما كنهضروش على مراكش العاصمه السياحيه للمملكه، مدن عتيقه قديمه بحال تارودانت كذلك، مدينه مدن جميلة مخلطة بين التراث وبين لو بالنيير بحال صويرة. وكاين مدن بطبيعة الحال صحراوية بحال ورزازات ومجموعة من المدن المغربية. المهم إذا كنتي في مدينة سياحية عندها دي بوتونسيال توريستيك، عندها دي زاتو توريستيك، فمن المستحب أنك تعرف كيفاش تخدم اير بي ان بي. إذا انستال التطبيق ديال اير بي ان بي باش تفهم علاش كنهضر. من بعد فاش كتانستال التطبيق ديال اير بي ان بي عندك بزاف ديال الخيارات، فماشي لابد يكون عندك سكن مستقل باش تقدر تبروفيت من اير بي ان بي. مثلا كنتي ساكن بحال نهضر على لوكا ديالي في اكادير، تقدر توظف غرفه واحده في المنزل انك تكريها، لان الناس اللي كيتكونيكتاو كيقلبوا في اير بي ان بي كاين اللي كيقلب على لوجمون توتال. لوجمون توتال يعني ديالو بوحدو، ديك الكارسونيير ولا ديك داك لابارتمون ولا ديك الدار كتريزيرفيها كلها. مي كاين دي بيرسون مثلا ان كوبل كيقلبو كيقول لك اون شامبر شي لابيتون. الوغ اون شامبر شي لابيتون سيتادير بغا واحد لا شامبر اللي يقطن فيها، اللي يبات فيها، اللي يسكن معاك ويبروفيتي من الدوش معاك، يعني بارطاجي و ميم طون يقدر يبروفيتي من عادي من لا كويزين من اي حاجه، وداخل خارج ليسونسيال كتعطي الساروت. ديك الشومبر تكون نقيه، فيها بطبيعه الحال لي كونفورتابل، عندو ان اكسي لا كونيكسيون انترنيت، عندو ان بلاكار، عندو دي سيرفيات اتسيتيرا. المهم كيقلب على ثمن بخس. يعني انت الى عندكم دار شويه كبيره، عندكم واحد البيت خاوي، تقدر توظفو وتقادو تحلق عليه واحد شويه وتستقبل بطبيعه الحال زوار عبر تطبيق اير بي ان بي، اللي تقدر تستافد بطبيعة الحال من عوائد مالية مهمة، خاصة في لاوت سيزون في العطل المدرسية وفي فصل الصيف. هذا أتحدث بطبيعة الحال إلا كنتي ساكن في واحد المدينة ساحلية، فصل الصيف كتكون واحد الهمزة كبيرة بزاف. إذا هذه في الحالة إلى أنت بغيتي تاكل تكري باردون أون شومب في لابارتمون بيان لو لوجمون ديالكم. الخاصية الثانية اللي كيعطيك الموقع ديال اير بي ان بي أنك تكري الدار كلها، عندكم واحد ابارتمون مسدوده كيما بغات تكون، تقدر تكون بعيده شويه على لافي، ليسونسييل خاصك دير واحد الديسكريبتيف يكون مزيان، تاخذ تصويرات زوينين، يكون واحد موين ترونسبور كيوصل بحال دابا يا طوبيس يا في مدينتنا مثلا بور لانستون يا با ترام، ترام باس راه جاي في الطريق، بلاصه ديال الطاكسيات ولا شي كار اتسيتيرا، كيكون طبيعه الحال ان بلوس.
اي مركب اقتصادي تجاري كيكون قريب كيكون ان بلوس محطة طرقية كتكون بلوس ليسونسييل، كنشد داك الموان ديال ليبرجمون ديالك يعني داك لوجمون، وكنصورو وكنكاركتيريزيه وكنحاول نسوقو في السيت، وكندير بطبيعة الحال واحد البرايس. هذا تاني حاجة. تالت حاجة اللي نقدر نبروفيتي في السيت كيتسمى الكوهوستين. الكوهوستين انك مثلا انت كتكون بحال قلنا كونسييرج ديال داك ليبرجمون. مثلا واحد السيد ساكن في امريكا وعنده واحد لابارتمون في اكادير، انت كدير الكوهوستين كتكلف ليه بكل شيء. ليسونسييل هو جالس بحال خدام مع واحد الوكالة، انت اللي كتكلف بالدار عنده، عندك السوارت عندك كل شيء، كتخلص وكل شيء و اي تو ريغل لي شوز. سيت تا كيدي فلوسو كيدير سكون ابل كوستين. وشحال من واحد دايره يقول ماشي لا بدا امريكا اكادير، يقدر يكون السيد انه رحل مشى سكن مثلا في العرايش ولا في طنجي وعنده دارو في مراكش ولا في اكادير. دونك انت تقدر تبروبوزي راسك كوستين انك ريسبونسابل للدار، حيت الدار ولا هاد لابارتمون راه ما بقاتش في انك كتكريها، بقات في لونتروتيان ديالها. يعني فاش كيخرجوا الناس كتجيب دورها، كتبدل لي زور، كتبدل لي دغا، تشطيبات، جفيفات، سيقة، مسح هنايا، شوف لي اسينيسمون، تواليت، دوش، اتسيتيرا. اي كما تهرسات شي حاجه، كما خاصها شي حاجه، كما خسرات شي حاجه، والشوفو باقي خدام، ما سخون باقي خدام، التلفازه باقي خدامه، الويفي باقي خدام. دونك هو لونتروتيان اللي كنقولو كدور بديك الدار. يعني ديما او ميم طون خص تبقى في اباحي، ولا خاصه الناس فاش كيخرجوا مع ديك العشرة الصباح ولا 12 النهار تعاود تستقبل الناس عاوتاني مع جوج الى تكون سيدات عندك الحركه عامره. يعني في ديك ساعتين ديال المكانه ولا 3 سوايع ديال المكانه خصك تنقي الدار دغيا بسرعه وتهويها وتكون ريحتها زوينه باش الناس يجوا يدخلوا ويبروفيتيو من الدار. وبطبيعه الحال لي كومونتير وبيان لي غوتور يكونوا زوينين، حيت لي ريفيوز هما اللي كيطلعوا بطبيعه الحال الاكونت ديالك على فهاد البلاتفورم. ذكرت ثلاثه ديال لي زافونتاج بطبيعه الحال، ثلاثه الحوايج اللي نقدر ندير في اير بي ان بي. دي نزيدكم الحاجه الرابعه والاخيره كذلك، هما سيرفيسز. شنو هما لي سيرفيس؟ نقدر بحال الشكل ديال تريب ادفايزر دوت كوم بيان لابليكاسيون ديال تريب ادفايزر، نقدر ندخل في اير بي ان بي اون بروبوزي لي سيرفيس ديالي سكو توا تو سافير باغ اكزومبل. يعني انا ما عنديش لوجمون، كنجي كندير سيرفيسز، نقولوا مثلا انا جيت، انا جو بروبوز راسي كنخدم جيت في فريلانس. غير هو كوتي جوريديك فو فير تريز اتونسيون بان ما عندكش الحق انك ترافق سواح الاجانب بدون رخصه او ما يسمى بيون ليسونس، يعني لست بيجيد. فاش كتشدك لابريكا توريستيك كتعتبرك فوقيت. بزاف ديال الناس غافلين للقانون، كيديروا مهمه ديال الناس اخرين او ما يسمى مرافقه السواح او جيد مرشد سياحي. عندنا اليوم جوج ديال الانواع ديال المرشدين السياحيين في المغرب، مرشد سياحي او يسمى بجيد اكومبانياتور فيل، وعندنا جيد ديال لي زيسباس فيغ. فان كون جو بارل با كون جو بارل باردون دي سباس فيغ جو بارل دو كنت كنت انا سباس فيغ، انا والله ما نحيدها في المونتاج تبقى هو صاف. اسباس ناتشورال باردون، اسباس ناتشورال، اسباس فيغ قاسم في الجرده. لي اسباس ناتشورال، اسباس ناتشورال في تو سكي مونتانيار، تو سكي تو سكي رورال اور اغلوميراسيون اتسيتيرا. يعني يقدر يكون جبال، يقدر يكون صحراء، يقدر يكون بلاد، وانت غادي وزيد وزيد. دونك هنا تخصك واحد لا ليسونس لي اوتوماتيكمون تكون معطيك لا ليسونس من طرف وزارة السياحة، سينو ميمكنلكش في كندر المغرب بطريقة قانونية انك دير الدور ديال الجيد. تاني حاجة نقدروا نهضروا مثلا على جو سي با شنو هو لو سيرفيس اللي تقدر تعطي لعباد الله. تقدر تبيع لهم مثلا لوكاسيون ديال شي حاجة. انا مثلا عندي شركه قانونيه، عندي جيت سكي، نقدر ندخل اير بي ان بي وندير سيرفيسز وندير جيت سكي، ندير الكواد، ندير لوكاسيون دو فواتور، ندير ماكله، عندك شي ريستورون. يعني ليسونسييل ماشي لا بدا نكون اوت، يعني عندي انا اموان هيبرجمون اللي ندخل اير بي ان بي ونبروبوزي بطبيعه الحال سيرفيسز ديالي. وهنا كتجيني واحد الفكره انني في البروفايل ديالي سير اير بي ان بي علاش لي ما نبروبوزيش دي اكسترا لي كليون ديالي كيجيو مثلا بروبوزي عليهم انني نجيبهم من المطار ونديهم من المطار. نقدر ندير واحد 20 دولار ولا 20 اورو لاريفي، نمشي تكون عندي طوموبيل ولا نطبر على طوموبيل ونمشي نستقبل هاد الناس من المطار، نجيبهم للمحل السكنه ديالي بخير وعلى خير، نردهم كذلك بواحد 20 اورو. دونك انا سا مو بيرمي دافوا شويه د الفلوس او ميم طون. كيما قلت لكم لي ريفيوز كيكونوا مزيانين، جو بو ميم بروبوزي انهم جالسين عندي في الدار انني نصوب لهم طاجين بواحد المبلغ مالي، اللي حتى انت كتخدم معاك ناس اخرين كتمشي كتقدا واحد التقضيه
وكتعطي تقدر تكون اون فام، امك، جداك، خالتك، عمتك، اختك، انت نيت الا كتعرف، وحدك طيب داك لو بلا وتحطو. تقدر كاع تبروبوزي ان سيرفيس ديال، كنقول لكم بطبيعه الحال باش نغامر معكم في هذا لو بوان ديال لاكومبانيمون، باسكو سي با دي تو جوديسيو داكومبانيي لي جون او دي توريست sans avoir la licence de guide accompagnateur. Donc, il faut faire très attention à ce propos. Donc, il m'a dit que l'application de Airbnb fait observer les mazaya, fait observer les avantages. Il m'a dit que je suis flou, soit un dit que je suis moustakil, soit un dit que je suis profiter de d'autres avantages طبيعة الحال باغ كتكون عندك واحد لانديبوندونس وكيكون عندك واحد لو بلوس، لان ما يمكنش تعيش بهم تماهم سالير، لان تقدر تجيك ريزيرفاسيون وحده في 4 شهور، تقدر تجيك شاك جور انت وزهرك انت والانشطه والحركه ديال السياحه في مدينتك. دونك تو ديبون، هاد لاكتيفيتي كتخليك تعرف على ناس اخرين، ثقافات جداد، اللغه ديالك انك تبراتيكيها سواء كتهضر بالفرنسيه ولا بالبرتغاليه ولا الاسباني ولا الالماني ولا الانجليزيه، سي كو tu appliques et tu pratiques surtout une langue. دونك كتخليك اجور، ça te permet de faire des amis من العالم كامل، et ça te permet de gagner un peu d'argent. ou les في Airbnb مقارنه مع booking.com، Airbnb كيربح معاك 3% فقط الكوميسيون، حاجة بسيطة 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 بزاف وصغيرة 3%، ولكن كيربح الكليان كيربح عليه 14% ديال كيتسمى لي فخي دو سيرفيس. بوكين شحال كيربح معاك في الريزرفاسيون؟ 18%، كان 17 زادو 1% ولا 18%، و 18% راه سيادنا تقريبا راه 20% هذيك راه ثمن او كوميسيون بلوتو طالعة بزاف. زائد بالإضافة إلى ذلك، فاش كيصيفطوا لك فلوس بوكين كيقطعوا تقريبا 2.5 أورو بور شاك ترانزاكسيون. مو جو تروف سي ان بو كوتو بوكين بارابور ا تريب ادفايزر، باردون، بارابور ا اير بي ان بي. اير بي ان بي عندها واحد افونتاج زوين، كيجي الكليان الاثنين ثلاثة كيدخلوا لك فلوس، مي باغ كونتر بوكين فاش كيجيك الكليان نقولوا في هذا الأول ديال الشهر 5 ما كتخلص حتى الشهر 6، ويدوزو نيت أيامات محترمة في الشهر 6، c'est-à-dire خصك تسنى ان موا اي كيلكو جور باش كتشد فلوسك، حيت السياسه الجديده ديال بوكين ما كيصيفطوش لك على كل عمليه، كيحاولوا يجمعوا جميع العمليات اللي درتي في داك الشهر وكيصيفطوا لك حسابك في خطره واحده، حتى هما كيحاولوا يكسبوا شويه الوقت لا تكون شي ريكلاماسيون من بعد لا كليان ما عجبوش الحال اتسيتيرا، باش حتى من ناحيه البيمون عندهم داكشي بيان فيسلي. مي الا قلتوا لي ام احسن واش اير بي ان بي ولا بوكين، غادي نقول لكم اير بي ان بي من ناحيتي انا كاوت، حيت كيخلصوا في الوقت 24 ساعه من بعد كيجي الزبون، بعد الخطرات اقل، الفلوس كيدخلوا سور لو شون في الكونت بانكير ديالكم طبيعه الحال. الكونت بانكير اللي تحت غادي تحتاجوا ليبان، لو كود اللي كيكون عندكم غالبا ام ا، واحد الكود على حساب لا بانك ديالكم كتزيدوه وكتوصلوا بفلوسكم. دونك كما كتعرفوا اللي عندكم نسميها واحد البيت ولا واحد الدار تقدر تدخل منه الفلوس الى عرفتي كيفاش تساير هاد لا ديجيتاليزاسيون. واليوم كنهضروا على اون كولتور نوميريك في التوريزم، حتى هي تقدروا توفروا واحد المدخول، ما نسميهش قار ولكن مدخول اضافي. نتمنى حلقه اليوم انها تكون فاتكم وفات الناس اللي بغاو بطبيعه الحال يبروفيتيو من هذا الموقع او هذا التطبيق ديال الاير بي ان بي. نعطيكم واحد الموعد ان شاء الله فرصه قادمه ان شاء الله، بوركوا با نهضر لكم على البوكين، نهضر لكم على d'autres astuces pour pouvoir, d'abord, profiter de ce genre d'application. À deux autres frères.